أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات
ويعلم ما في السماوات.
شيء قدير. صدق الله العظيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه والله رؤوف فاتبعوني يحببكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وما عملت من سوء ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تحبون الله
ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا صدق الله العظيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا
تقبل مني. إذ قالت امرأة هارون رب إني نذرت لك ما في بطني محرما. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع لما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها صدق الله العظيم. فلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم
وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا صدق الله وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها حسنا وكفلها زكريا كفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبت
جعلتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا صدق الله العظيم فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا ومن عند الله قالت هو من عند الله هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا سيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من
قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء بكلمة من الله بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية
قال رب اجعل لي ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. وإذ قالت الملائكة لديهم إذ يختصمون
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح في الدنيا والآخرة إذ قالت الملائكة يا مريم يبشرك بكلمة اسمه المسيح
وآخره وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في ومن الصالحين قال رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون
تعملون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القرآن المباركة.
وقد طلع على قسم حضرتكم فاضلة الزكار الشيخ محمد سالم عامر قاري وامام بجمع رزة الشريف بالقاهرة وقاري من إزاعة التلفزيون والمقيم بالقاهرة إدارة الصندوق والفراشة الشعبية الكبرى إدارة الحاج محمد عبد المقصود وأولاده المقيمين بالخلالية حضرة السادة كل ما تقدم بالعزاء فقد نزعم مشكور والبقاء لا وحده